فوز مستحق زي ما احنا تابعنا بالامس، ونتكلم الاهلي وميديعما الغاني ثلاثيه نظيفه تضاف اكيد لقائمه ثلاثيات كولر اللي عليها برضو علامات استفهام عايزين نعرفها او نعرف السبب وراها. يعني على كل حال الاهلي زي ما احنا متابعين اكيد بيبحث عن لقب جديد وان شاء الله يتم تحقيقه. كلام كتير تاني عن الاهلي، بس خلينا نرحب في البدايه بضيفنا العزيز جدا كابتن فتحي نصير نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق والمحاضر بالاتحادين الدولي والافريقي. صباح الهنا. صباح الخير. صباح الخير يا مهندس. صباح الخير كريم. صباح الفل على حضرتك وليك وحشه كبيره، وانت عارف يعني غبت عندنا شويه حلوين كده، ما ينفعش يعني ده يتكرر تاني. لا ان شاء الله. نورنا كالعاده. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. تعالى نبتدي بماتش امبارح، وماتش امبارح اعتقد ان اكيد برضو كان في بعض الامور اللي اكيد حضرتك توقفت عندها كده وانت بتتابع احداث المباراه، وفي رايك ايه اللي حصل يعني او ايه اللي فرق ما بين الشوط الاول والشوط الثاني في ماتش امبارح؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، ونهني النادي الأهلي في بداية أول مباراة في بطولة أفريقيا ال 12 إن شاء الله بإذن الله، ودي بدايتها، والبداية القوية خير دليل على إن أنت دايما يقول لك البداية القوية والنهاية القوية هي عنوان النجاح لأي بطولة. فإحنا البداية بدأناها اللي هي البداية القوية. المباراة طبعا لأن كله بيتحسس إن قبل كده النادي الأهلي في الافتتاحيات دايما ما بيكونش غير يعني أول مباراتين تحديدا مثلا بيبقى غير موفق. صحيح. بيبقى غير منضبط، غير مظبوط. لكن الجزء الأولاني أو الشوط الأول كان فيه شيء، في أداء لكن كان فيه فردية، ما كانش فيه الجماعية. الشوط الثاني وخصوصا بعد ما عمل الاستبدال بدأت ان في جماعيه للفرقه كلها، فالجماعيه مع فرقه عشوائيه. هتقول لي عشوائيه؟ ايوه، الفرقه اللي قدامي هي فرقه فيها مهارات، فيها لعيبه، فيها التزام، عندهم دفاع، بس تحس انهم عشوائيين، وانا ما اخافش غير من العشوائيين دول. ما تعرفش ممكن بفرصه كده، وحصلت يعني الشناوي انقذ كرة دي انفراد والنتيجه 0-0 في الشوط الاول. ما دي عشوائيه، ما دي عشوائيه ويقلق بقى، شوف يقلق جدا الموضوع. أيوة ده بصراحه العشوائي تخافي منه، اللي هو حتى في الخناقات يا كابتن فتحي يعني تخاف لو اتخانقت لاي سبب من الاسباب مع حد وكان من الصنف العشوائي ده. العشوائي لكن ما تعرفش الضربه هتجي لك، ما تعرفش. لكن اللي انت لما بيكون منظم انت بتبقى عارفه هنا الخلل، هنا هتقفلي، هنا هتروح، هنا هتضغط هنا. لكن العشوائي اللي هو غير متوقع. منضبط ومنظم بيديك حاجات غير متوقعه. طب فده جري ازاي وبقى لوحده ازاي وانفراد ازاي في وسط الاثنين؟ دي العشوائيه. كانت ممكن تسجل هدف، كانت ممكن تعمل لنا مشكله. هي الصوره حقيقيه، هي على الكلام اللي حضرتك بتحكيه بالظبط. يعني الانفراد اللي الحمد لله الشناوي تصدى ليها، يعني ما فيش. وبعدين عمنا ما يقدرش يلمسه، ضرب الجزاء على طول. فطبعا حتى تشوف رجليه فين وبعد ايه، وبعد ايده يعني ايده اليمين باعتها كمان عشان ما يقولش ان انا لمسته. هو دايما لعيب في الحركه دي بالذات الشناوي. لكن الشناوي ان هو الانفرادات الحمد لله ما شاء الله، بيفكرنا باكرامي زمان برضه في الانفرادات. كان يقول لك وحش افريقيا ليه؟ اي انفراد في ال 18 هو رايح شايل اللاعب وشايل الحارس وشايل الدنيا كلها. فالانفراد كان مهم جدا، وتوقيت مهم للشناوي في هدف. توقيته كان هيصعب المباراه على لا ده كان ساعتها تبقى كارثه. خليني بقى بجد نتكلم بقى من غير ما نجامل. يعني ايه انا اصلا كان ممكن يدخل فيا جول محقق مع ميديعما الغاني؟ لا شيء صعب. معلش برضو يا كابتن فتحي، طبعا يعني كلام حضرتك اكيد 100% مظبوط، ولكن يعني انا بلاعب فريق بعيد قوي وتقول لي حتى لو هو عشوائي، حتى لو هو عنده لعيبه كويسه، بس هو بيلعب اولا بدفاع بحت وده متوقع، وبيلعب النادي الاهلي طبيعي. طبعًا. لكن في نفس الوقت انت مش عارف توصل ان انت اللمسات الاخيره اصلا تحققها، بلس ان انت اديتهم مساحه ان هم يخلقوا فرص، فده اللي غريب. ما اولا ما فيش فرص كتير، هي فرصه مثلا زي دي كان فيها. لا ده كانفراد، لكن كان في كذا فرصه. لا برضه لكن نقدر نقول زي ما بدات انا، الفرديه في الشوط الاول هي اللي ما خلتناش ننهي يعني في كذا لاعب، يعني مثلا امام عاشور، كريم فؤاد، كل المجموعه دي قدروا انهم ينفردوا كتير ويخترقوا ويوصلوا، لكن ما عرفوش انهم يسجلوا. ليه؟
لان اللمسه الاخيره بقى عندهم الفرديه بقت موجوده. التفصيله دي وقف عندها كولر امبارح وكنا بنتكلم انا ونهاوند عنها في بدايه حلقتنا النهارده، ان هو قال ما معناه ان في شبه استدامه في فكره اهدار الفرص، ان احنا النادي الاهلي، وقال كده كمان نصا للموسم اللي فات والمواسم السابقه دي يعني اعلى معدل تهديفي فيما يتعلق بمساله احراز الاهداف، وفي المقابل صاحب اعلى نصيب من الاهداف المهدره والفرص المهدره. فكره حضرتك بقى ليه الموضوع ده مستمر معانا؟ ليه؟ لان انا عندي اولا مبدئيا التسديد على المرمى قليل جدا 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 امام الفرق المتكتله. يعني انا ايام فرقه متكتله زي دي لابد ان التسديد من خارج المنطقه يكون عنوان بدايه او خطتي في طريقه لعبي، مش الاختراق. الاختراق جزء، ما هو الاختراق بس الاساس تسديد من الخارج، بس التسديد لان الكره سهل تمشي في التكتل. اما اللاعب نفسه عشان يخترق هيلاقي تكتل ومش عارف يخش، فاذا الفرديه هتبان عليه وهو مش هيعرف. لكن نقدر نقول ايه؟ طب في التكتل يبقى النقل، ان انا انقل الكوره اكتر وتيجي الكوره اللاعب اللي هو هيقدر يسدد. بس ان هو يسدد يكون في موقع احسن، بس مش انها تسديد وخلاص. وبعدين يسدد صح، وبعدين ينهي صح. انا مش عايز اتكلم على لعيبه يعني كور كانت ممكن امبارح تيجي الكوره جايه وبيحطها مثلا في السماء، مش ممكن بينك وبين الجول. ما ممكن اسال سؤال هنا كابتن فتحي؟ لان قصه اللمسه الاخيره ان احنا عندنا مشكله فيها دي ملهاش علاقه بالمنافس بتاعك، لان انت لعبت مع منافس قوي جدا، لعبت مع منافس ضعيف او بعيد عنك برضه بتتكرر. فالقصه فينا احنا، هي احنا اللي عندنا مشكله، مش انا عشان بلاعب منافس قوي جدا فانا مش عارف اسيطر فتوترت فما سيطرتش. صح صح مشكله. طب معلش ده تفسره بايه؟ يعني ليه ده بيحصل ومتكرر وما بيخلص؟ لا هي طبعا ما تخلص، هي عايزه تركيز من اللاعبين في التلت الهجومي، لازم يبقى فيه تركيز اكتر. وبعدين احنا دايما بنقول ايه في اخر المرمى، وانا بشوف اخر حاجه اللاعب يشوفها لما بيشوط كوره وشايف الجول فاضي، اخر حاجه لازم عينه على الكوره، مش عينه على زاويه المرمى هيحط هنا ولا يحط هنا. يعني نمره واحد انا شايف الجول فين، نمره اتنين الكوره، طيب وانا بحط رجلي عيني دي هتروح فين، للجول ولا للكوره؟ للكوره. ليه؟ لان انا هشوف الكوره الارض مش يعني مش هقول مش مستويه، ما اضمنهاش 100%. فلو الكوره اتحركت شويه يمين او شويه شمال او كده، فانا بحط رجلي الكوره مش هتتظبط. فلازم اخر حاجه اكون شايف الكوره وانا بشوط الكوره، مش شايف المرمى. المرمى حددها من الاول، والمرمى مش هيتغير مكانه، والمرمى مش هيتنقل، لكن ايه اللي هيتحرك؟ الكوره هي اللي بتتحرك، المرمى ما بتحركش. طب من الزاويه دي بقى رؤيه حضرتك للثلاث اهداف اللي اتسجلوا امبارح ايه؟ كل هدف منهم كده على حده تعليق يعني حالية. اول الهدف امام عاشور كهرباء بيلعبها كهرباء قويه، وطبعا عشان هي جايه قويه في المنطقه، يعني امام عاشور عاملها على اساس اي حد ممكن تحاول تلمسه هتحصل اللي حصل كده. فكهرباء اتحرك وراح له الكوره، عينيه شايفها وعامل لعب الكره بدماغه هدف. فاذا دي من ضمن الحاجات برضو اللي هي عايزه تركيز من عندنا، يعني برضو ما جاتش من شوطه. لكن انا عندي امبارح اتنين ضربه راس هم اللي جابوا الجول ده والجول الاخير بتاع صلاح محسن، برضو من ضربه راس مش من ضربه قدم. وبعدين الكره بتاع حسين الشحات اللي هو الهدف الثاني اللي هو في زاويه ضيقه وبيحطها، هو ده العقل بقى. يعني ده لو شاطها هقول لك لا، او يعملها باي طريقه، لا هو عملها الصح فالصح جه الجول. لكن انت بنقول حسين الشحات نفسه قبل كده الكوره اللي جات له اللي بعد الجول على اليمين وحطها في السماء وهو منفرد كلياتا، ده كلام اللي هي بتقوله مثلا نهوان. طب ما هو اي لاعب سواء خصم قوي خصم ضعيف الكوره يبقى هو اتقانه للكوره. طب ايه؟ ما بصش للكوره، هو بص كده وبيلعبها، فما شافش رجله اني جزء اللي اتحط في الكوره عشان تيجي جول. لو شاف الكوره، الكوره دي لازم تبقى جول، بس هو ما شافهاش. تقول ما شافهاش ليه؟ لانه بيبص هي هتروح فين، بس هي بتبقى كسر من الثانيه، شرخ من الثانيه، فراكشن. يعني بقول لك شرخ، فهمته ثانيه، فهمته ثانيه. ان هي يعني تطلع دي، فانه يحط رجله
اهم حاجه زي ما بقول، ودي يمكن حاجه يعني معلومه لكل الناس وكل اللاعبين وكل اللي بيشتغل في الكوره، يا كباتن يا محترمين يا حضرات، انا لاعب حددت الهدف، الهدف الجول اهو، الجول اعرف بقى انه مش هيتغير، مش هيبقى هنا او يجي هنا، لكن اللي هتتغير المتحركه اللي في الارض الكوره، لان انا عايز اثبت رجلي مع الكوره في توقيت معين وفي مكان معين وفي حته معينه. لما باجي اظبطها انا بص كده وبظبطها، هي ما راحش في الحته اللي انا عايزها، راحت بعيد. هو عايز يلعبها في السماء، مش ممكن. طب كابتن فتحي خليني اقارن شويه بين زمان ودلوقتي، يعني اكيد زمان وقت جيل حضرتك برضو كان في اخطاء متكرره موسم عن موسم كنتوا بتشتغلوا عليها، هل هي نفس الاخطاء فكره برضو اللمسات الاخيره، ولا كان في اخطاء اخرى وقتها فنيات برضو؟ لا، هي بتبقى زمان كانت المهاره خارقه، يعني اللعيبه مهاراتهم عاليه قوي، فكانت الاخطاء دي قليله. يعني الاخطاء دي مش قليله ليه؟ فزي ما بقول لك دلوقتي ان اللاعب بيحط رجله وشايف وكده، هم كده كانوا بيعملوها من غير حاجه. لكن دلوقتي اللعيبه بتوعنا الجداد او الاجيال الجديده دي، يعني عايز اقول ايه، بتاخد على وش القفص، يعني عايزه الامور تمشي كده، مفيش تمشي كده، لازم يكون في تكنيك، في دقه، في اداء، المهاره، على اساس ان انا اقدر اجيب منها، ما اضيعش 10 فرص عشان اجيب. طب ازاي كانت المهارات زمان، ودي حقيقه ملموسه للناس اللي عصرت زمان، ازاي كانت المهارات زمان يعني اكتر من دلوقتي، ومع ذلك مكمون، يعني ما تقدرش تتهم حد في حته الفرديه، لكن كان في جماعيه. دي نقطه حلوه قوي على فكره. المهارات زمان كانت حلوه. ليه يا كابتن كريم؟ هنا اللعيبه اول ما بيتعودوا على كره القدم العاديه بتاعتنا دي، أوكي. اللي هي بيلعبوها في الشارع وحاجة. مثلا، او بيلعبوها في المدرسه او كده، لكن زمان كانوا بيلعبوا الكره الصغيره، غير الكره الشراب قبليها كره التنس. لا، كره التنس لعبوا كره قدم بكره التنس. ايوه، اوكي، ده تبقى صعبه قوي. شفت ازاي بقى؟ ده اللي بيطلع فدي كره التنس، وزمان يسموها، كان في بورسعيد والاسماعيليه وكده، يقولوا عليها الطزه، إن على الكرة دي اللي هي الصغيرة، كرة التنس دي، معنى إن أنت تتحكمي في كرة التنس دي في الباصة والتمريرة وبتاع والشوط، سهل جدا تتحكمي في الكرة الكبيرة. فالمهارات كانت عالية قوي زمان. وبعد كده تطورت كرة التنس دي، أصبحت لكرة الشراب اللي بيحطوها على سفنج. يعني بس إيه الحكمة يعني ليه كرة التنس؟ ما كانش فيه، ما هنعمل إيه؟ ما كانش فيه كورة إزاي؟ يحسن التعامل مع كرة التنس، أكيد هيعرف يتعامل مع كرة التنس. إن أنا أجيب كرة كبيرة دي غالية قوي، كان وقتها غالية يعني؟ طبعا، يعني مثلا زمان ما كانش فيه مصانع هنا وكل الحاجات دي أرتكس، وكانوا بيمرنوا برضو حراس المرمى تقريبا بكرة التنس؟ لا، ساعات في المدربين. اللي بيعمل ده دلوقتي كابتن احمد ناجي، او اللي كان بيعمله في وقت من الاوقات مع حراس المرمى كان كابتن ناجي. بكور التنس دي لا، ما هي صعبه عشان الريفلكس وعشان عينك وعشان التركيز وعشان الحاجات دي كلها تقدري انت تشوفيها. فاحنا زمان ما عندناش كور، ما كانش في حاجه اسمها السفنج دي ولا الكره الشراب، ما فكرناش فيها، ده اختراع بعد اختراع مصر يعني. لكن الكره الاولانيه اللي هي كانت كره التنس، وناخد مثلا ملاعب التنس فيه كتير وبتقدم الكوره، مش بكرة جديدة. أيوة، كمان لما الكرة تقدم. أيوة طبعا، ما نقدرش نشتريها وهي جديدة. ده الوضع كان صعب. طبعا، ومع ذلك الظروف الصعبة دي صرعت نجوم. وفين بقى بتساعدنا؟ ان انت بتلعبي في الشارع، الشارع اسفلت. فانت الكرة الصغيرة والاسفلت في الحشيشة ما بتلعبيش بيها، فبتقعد تتنطط ونمسكها وكده، فدي المهارة. وفي ناس كانت تلعب حافية كمان. طبعا. يعني في ناس، وناس تمسكها بصوابعها الكره كده وتعمل وتحطها وتشوط. انا بقول يعني المهارات زمان غير المهارات دلوقتي، واللي ساعدنا زمان زياده المهارات ان النشاه بتاعه اللعيبه في صغرهم. دي بص يعني ده ملف والله مش هنختلف معاك فيه تماما، فعلا المتعه كانت مختلفه تماما لكره القدم، واعتقد في العالم كله. الكلام ده زمان. لا، ما احنا بنسمع يعني. طبعا يعني بنسمع يعني التاريخ، ويعني ما حضرناش كابتن بيبو مثلا، بس بنسمع نسمع اساميها، حتى ولو وقف الاداء بتاعهم او العطاء بتاعهم من سنوات، بس اللي قدموه هو اللي بيتكلم الناس عنه. فبجد لا، كره القدم اعتقد زمان كانت عالميا مختلفه تماما. يعني على كل حال، خلينا دلوقتي نرجع للحاضر. حصل سؤال وعايزه اجابه صريحه بالوضع والتحليل ورؤيه حضرتك للمواسم كلها طبعا اللي فاتت، هل احنا كده نقدر نطمن على النادي الاهلي ان شاء الله في المباريات القادمه والتحديات القادمه؟ لان انت عندك شغل تاني خالص ومستويات تانيه خالص وضغوطات بالمناسبه تانيه خالص في المباريات وغيره، فاطمن على النادي الاهلي كجمهور، ولا في حاجات وفترات هتبقى مقلقه شويه وهتحتاج تركيز اكتر من كولر واللعيبه؟ هو كولر عنده
تركيز اكتر وعنده شغل اكتر، مش في موضوع الكوره، في دوافع اللعيبه الداخليه. الله صح. بعد موسم قوي قوي اللي هو عمله ده، فلازم يعيد شحن البطاريه التاني وشحن الدوافع وشحن الامال. لكن ان هو اللعيب مثلا بنقول مستواه قل، او اللعيب ما بيعرفش يشوط او ما يعرفش يباصي، او لا، اللعيب يعرف، لان الكره دي الحاجات اللي اتخزنت بقت في المخ، وطالما دخلت في المخ خلاص بقت يعني ثابته وراكزه. تصحى بقى مع اللياقه تبقى تمام. الدوافع بتاعتها بقى ايه؟ ان اللعيبه بتحس ان هي احسن فريق في افريقيا، انا بطل افريقيا، انا بطل اي فريق، انا بكسب في اي وقت، انا بجيب جول في اي وقت، انا بطل التسعين، انا في البلاس 90. كل دي ما تفتكرش انها بتاثرش على اللعيبه، بتاثر على اللعيبه وبتخش على الجهاز العصبي وبتخش على مخ اللاعب. فاللاعب بينزل هو بقى ياخد منه مجهود كولر انه يحاول يشحنه، وخصوصا ان انت بتعملي ايه؟ انت بتشحني مش في جبهه واحده. انا لو مثلا هاخد ده بقول لهم هنوصل من هنا هنروح اسكندريه، خلاص معروف اسكندريه. لكن لا، ده انا اسكندريه اعتبريها ايه؟ كاس العالم، وقبليها مثلا برج العرب اعتبريها بطوله افريقيا، والثانيه اعتبريها الدوري عام. فاحنا ماشيين في نفس الاتجاه، وعندي البطولات دي كلها، عندي واحد اثنين ثلاثه اربعه كله، وكل واحده انا محتاج النادي الاهلي البطوله لهذه البطوله او الفوز. فاذا انا عايز دوافع لدي وعايز دوافع لدي والشغف، وعايز دوافع يعني فقدان الشغف شويه سبب اساسي طبعا في مستوى ممكن يكون اللي احنا بنواجهه في بعض الاحيان. بالظبط بالظبط. فاذا الدوافع دي او الشحن ده وتحقيق الاهداف ده والحاجات الاساسيه للبطولات دي كلها، كلها متداخله مع بعض. مفيش بطوله بنقول هنلعب دي وتنتهي وبعدين نبدا البطوله الثانيه، ده كل البطولات في نفس التوقيت. هو بالمناسبه كابتن فتحي، لما يكون دلوقتي عندك فريق زي النادي الاهلي مقدر ليه دايما ان هو يشارك في كل البطولات المحليه والقاريه والدوليه المتاحه، فبيبقى عنده ماتشات في كاس العالم للانديه، وعنده ماتشات في الكاس، وعنده ماتشات في دوري ابطال افريقيا، وعنده بطبيعه الحال ماتشات في الدوري المحلي، وعندك لما السوبر المحلي طبعًا، وعندك الكاس المحلي طبعا. يعني لا، انا عايز اخدك بقى في التفصيله بتاعه ان كتر اللعب مع فرق غير مصريه في بطولات قويه، بطولات قاريه وبطولات عالميه زي كاس العالم للانديه مثلا، هل ده بيثقل اللعيبه لدرجه ان هو يخليهم لما يرجعوا يلعبوا الماتشات المحليه تبقى الامور سهله بالنسبه لهم، ولا ده بالعكس بيستهلك اللعيبه فبنرجع نتفاجئ بيهم ان هم كانوا عاملين ماتشات قويه جدا مع فرق قويه، لكن نرجع في الدوري المحلي مع فرق في المتناول ونلاقي اداء غير مرضي وغير مقنع؟ لا، دي بيرجع بقى للناحيه البدنيه، هو يستهلك بدنيا لكن ما يستهلكش فنيا، لانه اكتسب خبرات كتيره. فالخبرات اللي اكتسبها في كاس العالم حاجه مهمه جدا، بتزود اللعيب الايمج والقيمه بتاعت اللاعب بتزيد. فاحنا بنحس يعني اللعيبه عموما وهم بيلعبوا او بيلعب في بطولات بره وعندهم طموحات كبيره وعندهم طموحات، عندهم دوافع ان انا بلعب في كاس العالم ضد لعيبه كبار، وكل التركيز ده العالم كله بيتفرج. هم حاسين في الوقت ده نسبه المشاهده حتى عليهم في الماتشات اللي بره قد ايه، ولما بخش هنا نسبه المشاهده قد ايه، بتاثر عليهم اكيد اللي بره اكتر من هنا، لان اللي هناك في كاس عالم والعالم كله بيتفرج عليا، باجي هنا بحس نسبه المشاهده قلت، فدي بتهمدني شويه. وبعدين بتحسسني حاجه تانية، انا هلعب يعني مين ده؟ انا كنت بلعب ضد كريم، انت ده انا كنت بلعب ضد نهوان، ده انا يعني اسماء كبيره، انا بشبه كريم كنجم كبير ونهوان كلاعيبه كبيره. امال طبعا احسن سيرد باك طبعا يعني مفيش كده لا يعني ممكن اقول حاجه بمناسبه كلام حضرتك، هاخد من كلام حضرتك كابتن فتحي، لان قصه ان انا الشغف يروح وانا عارف انا مكانتي، في حد شايف غير نادرا لما بتلعب مع فريق منافس والفريق المنافس جاي بيتصور معاك؟ يعني معلش دي لقطه سلاح ذو حدين، انا عارف قيمتي الكبيره وممكن قيمتي الكبيره دي لو انا ما تواضعتش دايما وعرفت ان انا عندي لسه زياده وتحديات، خليني اقول انا فوق قوي وبعيد قوي، فابتدي على الملعب اخسر. صوره حلوه، انا وقفت عندها ولازم كنا نقف عندها. نقف عندها، وانا سعيد ان انت فكرت فيها لانها بتقول نفس الكلام اللي انا بقوله. اللعيبه خلاص حسوا عندهم مش التشبع،
حاسين ان في هم بقوا حاجه تانية بدليل ان دول الجنب بيتصوروا معاهم. تخيل معنى ان هو جاي بيتصور معاه، هو بيتصور معاه امتى؟ مش بعدها بيومين او بعد ما خدوا شاور وبعدين قاعدين بياكلوا في عيد بعد ما خسر منهم 3-0 ده، وهم في الوقت اللي بعد مباراه اصبحت هذه المباراه خسرانين منها، وبعد التنافس القوي ده بتنزل بالريتم بتاع الانفعالي والثبات الانفعالي لكل لاعب، وييجوا ويبتسموا مش جايين وتعبانين وقرفانين وكانوا بيتخانقوا مع بعض. نشوف ده جاي بيتصور ازاي وده جاي بيتصور ازاي. دلال على ان لعيبه النادي الاهلي او النادي الاهلي حاجه في حته تانية، براند لوحده. خلينا نقولها بالشكل ده طبعا. طيب اما هم يكونوا في حته تانية، احنا عايزين يا جماعه حته تانية، بس الصور دي خدها للذكرى. ايوه خدها للتاريخ، مش تديك بقى ثقه زي ده. لا لا انت براند ده. اوكي بس خلي بالك ان انت لو ما حافظتش على ده عشان تاخد هتروح حته تانية، عشان كل فرقه تلعبها يحصل لك الموقف بالزبط. ده لو انت قدرت تحافظ على مستواك ومستوى الفرقه. كلام محترم جدا جدا. برضه من الصور اللي لازم يتوقف عندها، يعني مش هنقف عند كل يعني ظاهرين في الصوره، بس هنقف عند امام عاشور لان هو واحد من اخر المنضمين لكتيبه النادي الاهلي في الفتره الاخيره. الصرخه اللي طالعه من القلب دي ما تطلعش غير من واحد وكانه متربي في النادي الاهلي وكانه بيلعب في النادي الاهلي طول عمره. ما هو ده الاعداد النفسي اللي حصل لامام عاشور، انه اندمج في نسيج الفرقه، انه عاش مع الفرقه، ان بقى يعني جزء من الفرقه. يعني هو جاي غريب، يعني مش غريب في بيتي اللي هو بتاع نور الشريف، لا تنفيذ جميل. لا هو جاي حس هو ده بتاع شحاته ابو كف. شحاته ابو كف طبعا. انا بقول كده. المهم كان الامام معنى كده انه خلاص اصبح جزء من المنظومه، جزء من العيله، واحد من اولاد النادي الاهلي، واحد من عائله النادي الاهلي. كهربا اللي هو يعني مثلا كريم جاي دلوقتي رايح لكهربا عشان هو مسجل الهدف، وامام هو برضو اللاعب الكوره، وحسين الشحات جاي فجاي، لكن امام بيقول ده اول هدف، ان ده يعني نشوف ازاي النادي الاهلي، والنادي الاهلي لازم يكسب. السؤال بقى هنا كابتن فتحي، يعني اللعيبه دي عارفينهم، مين بقى اللي ورا حسين الشحات وكهرباء؟ ده بيرستاو. اصل جزء بس من بيرستاو، اصل برضه الفرحه عارفه مرسومه على وش حسين الشحات، ما كانش باين من الزاويه. وراه بيرستاو، وهنا كريم دبيس وكهرباء وامام عاشور. صرخه بتعبر على مدى انتمائه للفانيلا اللي هو بيلبسها. جميل. طيب مطمن الى اي درجه على مشوار النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا وفي الدوري المحلي في ضوء اللي حضرتك شفته للنادي الاهلي الفتره اللي فاتت؟ لا في ضوء احنا يعني بدا كويس البدايه دي، لان البدايه الموفقه دايما المكسب بيجيب مكسب. يعني النجاح بيجيب نجاح عاده يعني، فاذا المكسب بيجيب مكسب والنجاح يجيب نجاح، ففي دوافع تساعدني ان انا اوصل للمستوى اللي انا عايزه. هو الشغل كولر في الفتره دي دوافعه انه اعاده الدوافع وتحميلها للعيبه عشان اوصل امام عاشور للي هو فيه ده، لان كان عنده دافع، فهو خلاص بينطلق، انا خلاص طلعت اللي عندي، خلاص جبنا جول، يعني وصلنا للي احنا عاوزينه. فالدوافع الانفجار ده، القوه الانفجاريه اللي عنده اللي بتوصل دي، هو عايز يوصلها للفرقه. لو قدر ونجح ان يوصل الفرقه كلها في جميع مبارياتنا، سواء في الدوري، سواء في افريقيا، سواء في كاس عالم، سواء في سوبر مصري، او سواء في بطولات افريقيا، او في كاس مصر اللي لسه ما اتلعبش، كل ده هيتلعبوا داخلين في بعض طبعا. فالدوافع معاهم، بالاضافه يعني بلس لكده، انت عندك لعيبه في المنتخب عندهم دوافع في المنتخب، مدرب المنتخب بيقول لهم دوافع ثانيه، هنلعب عشان كاس افريقيا، عشان كاس العالم. هي فتره صعبه جدا. فدي جدا كلها طبعا، ويتحكم فيها جهاز عصبي واحد للاعب، ملوش ستيب، هو ده اللي مفروض يفصل
ويحطوا ناحيه النيل. وبصراحه ده تحسب ليهم شويه ان الضغوطات اللي بيمروا بيها ما كنتوش حضراتكم برضو بتمروا بيها. خلينا نبقى برضو ايه بندي لا كده صح. انا عايز بقى اقول حاجه ولو تتفقوا معايا يعني لما بنشوف قبل ما اقول وده بدايه كويس بنشوف لعيبه بتيجي النادي الاهلي من انديه مختلفه وبتندمج في النادي الاهلي وبتبقى ناسيه تماما النادي اللي هي جت منه، وعلى الصعيد الثاني بقى فايس فيرسا اقلب بقى تبقى لعيبه في النادي الاهلي وتروح انديه تانية وتلاقي في ماتشات الاهلي والنادي بتاعهم تاني حتى لو هم مش بيشاركوا اساسي تلاقي ان هم بروحهم بيبان ان هم بيشجعوا النادي الاهلي. حاجه غريبه جدا. ولعيبه اهلاويه بس ما لعبتش في النادي الاهلي بس في انديه تانية وتلاقيها من جواها اهلاويه نفسها تلعب في النادي الاهلي وبتحب النادي الاهلي وحتى بتشجع النادي الاهلي وهي بتلعب في فريق تاني خالص، صح ولا غلط؟ لا صح. ايه ده؟ يعني انا ما شفتش ده بيحصل، والله لو انا غلطانه قولوا لي، ما شفتش ده بيحصل مع نادي تاني honestly speak يعني صراحه. يعني بس دي حقيقه. يعني لو ايه السر؟ هقول لحضرتك حاجه، السر انا هديكي مثل وقريب يعني. اصل ممكن حد يجي يلعب في النادي الاهلي بينتمي لنادي تاني وبيبقى عادي بقلبه برضه مع النادي التاني، مش غلط، بس ده ما بيحصلش. كابتن مصطفى رياض، كابتن الترسانه، كان الشاذلي مصطفى رياض والشاذلي نجوم مصر، منتخب مصر والترساني. طب الشاذلي كان يميل لنادي الزمالك، مصطفى رياض حتى الان يميل للنادي الاهلي ويشجع النادي الاهلي ويلعب ضد النادي الاهلي ويجيب اجوال ويزعل، يعني بيسجل هدف ويبقى زعلان. لكن هي دي لكن زي انت بتقولي صح، اي واحد في دي حاجه جوه في دمنا، يعني اي واحد فينا لو اتعور كده بيطلع دم احمر. أيوة. ولا بيطلع ايه؟ ما كلنا زي بعض. فاذا الجينات عندنا في النادي الاهلي اللعيبه الحب ده من عند ربنا سبحانه وتعالى. خلي بال حضرتك اللي برضو يعني اللي مخلي كلامنا وده وبالذات الجزء الاولاني منه فعلا ليه امثله وادله كتير. يعني بيبقى اللي جاي النادي الاهلي ده او اللي منضم للنادي الاهلي في الفتره الاخيره ممكن يبقى جاي من الفريق اللي هو المنافس التاريخي للنادي الاهلي. كل ده جميل بس مش من ممكن اي نادي والسلام. هرجع يعني. هرجع لاثار، لو دخلت في التاريخ شويه وارجع لاثار هلاقي في روتس او جذور اهلاويه. فبتصحى هنا بقى دلوقتي. يعني هي ما كانتش كانت خامله قبل كده يعني كانت في حته تانية وبقت لا هي من الاصل اهلاويه بس اهو اتحطيت في المكان ده. او لعبت هنا او سافرت او اي حاجه انا اهل حاجه هنا هلاقي البيئه اللي هي تخليني بقول لك اهلاوي بالفطره ان انا اخليني ان انا اصحى معاه فيها يعني قبل ما نختم لان الوقت خلص للاسف. بس يعني انا اللي جاي في بالي برضو يعني اسماء كابتن محسن صالح مثلا برضو فاكر زمان لما كان بيدرب الاسماعيلي وخدوا الدوري من الاهلي تقريبا كان 1990 كان لو انا مش غلطانه وبرده مؤمن زكريا وغيره. يعني انا عماله افتكر وحضرتك بتتكلم بس هو ده الواقع فعلا بالدلائل. يعني هم دولت اصلا بتبقى عندهم جواهم زي الحاجات اللي كامنه جوه كل واحد فيهم مش ظاهره لان المغطى عليها الفرقه اللي انا بلعبها دلوقتي، لكن في وقت مش هيقدر يسيطر عليها هي لازم بتطلع. العشق لازم هو اللي يسيطر طبعًا. في الاخر نورتنا كابتن فتحي. انا قبل ما اقول بس استاذنكم بس يعني في رساله كده لاهلنا وشعبنا في غزه، ربنا يعني يتغمد شهدائهم يا رب ان شاء الله بالرحمه ويشفي مرضاهم ويرجعهم وينصر كل مظلوم على كل ظالم. هنقول اللهم العدل. اللهم العدل. وبقول يا رب عدالة السماء تجد مجراها في غزة وليست عدالة الأرض. أمين. لأن عدالة الأرض ظالمة. للأسف مفيش عدالة إلى حد ما في الأرض. لكن أنا دايما مؤمنة إن حتى وإن حقك ما جالكش دلوقتي هيجيلك بعدين. إن شاء الله. لازم حقك هتاخده. إن شاء الله بإذن الله. ده أنا مؤمنة بيه جدا حتى على المستوى الشخصي وفي القضايا طبعا المهمة اللي زي القضية الفلسطينية للأسف الشديد نتمنى ليهم. يعني أنا مش عايزة أخش قوي في السياسة الموضوع ده الواحد لو فتح قلبه ليه بالزبط. مش هينتهي بس هنقول أمين فعلا على الكلام ده. لأن المكان ده إحنا رحناه وأنا زرته طبعا كنت هناك وعشنا مع الناس وبشوف اللي انا بشوفه ده. فان شاء الله عداله السماء هتنتصر. امين يا رب. ان شاء الله. بنشكرك على وجودك معانا كابتن فتحي، نورتنا. شكرا جزيلا. وهنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل بقيه فقرات. خليكم معانا.